بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب؟ النهارده إن شاء الله هنكمل المحاضرة الثانية عشرة من محاضرات البوت ستراب، وهنتكلم فيها نتعامل مع نماذج الجزء الخامس. وآخر حاجة احنا كنا وصلنا لها كان الشكل دوت. احنا دخلنا في 12 ازاي نعمل مثلا فورمال فورم تكون اونلاين بالشكل دوت، او تكون هوريزونتال بالشكل دوت ونظبطها على الجريد سيستم. ازاي كمان ان احنا نعمل تكست اريا بالشكل دوت، ازاي نعمل تشيك بوكسز بالشكل دوت، وممكن نعمل ديسيبل ليها. ازاي نعمل زرار راديو بالشكل دوت، تمام كده برضو باين لاين. ازاي نعمل تشويس منيو او مالتيبل تشويس منيو بالشكل دوت، قائمة اختيارات. ازاي نعمل تكست بوكس ونخليه برضو يتنسق عن طريق البوت ستراب، وكمان ان هو يكون ديسيبل. ازاي نعمل مربعات نصوص، مربعات النصوص دي تخضع برضو لمجموعة من الكراسات اللي هي بتديك مثلا اذا كان النص ده نجح، اذا كان النص ده خطأ او دينجر، اذا كان حاجة فيها وورنينج والكلام ده كله. تمام. طيب وصلنا لحد نقطة تانية، ان احنا ممكن نخفي الليبلز بتاعت الحاجات عن طريق ان احنا نضيف حاجة اسمها كلاس الاس ار اي. قول لي لو انا جيت هنا وجيت على الديفات اللي انا كنت عاملها عشان الانبوتس ديت، هتلاقي الليبل نفسه ممكن تحطه له انت كلاس. نيجي هنا ونقول له كلاس اس ار داش اونلي، اهي اول واحده دي، تمام كده كنترول اس. وفي الحاله ديت بص تلاقي العنوان او الليبل بتاع المربع نص اختفى، تمام كده. تعال نعمل من كل المربعات النصوص الموجوده عندي، هاخد نفس الكلاس ديت كنترول سي واحطها للليبل ده كنترول في بهذا الشكل. نفس الكلام بالنسبه للليبل دوت كنترول في بالشكل دوت، ادي كنترول اس وادي في 12. هبص تلاقي الليبلز دي كلها اختفت بالشكل ايه، بالشكل دوت. طيب احنا ممكن كمان نظبط المربعات النصوص دي داخل رو، تمام كده، ونوزعهم على مين، على الشاشه. هنعمل ايه؟ هنيجي نروح واخدين كل المربعات النصوص دي على بعضيها لحد هنا اظن، تمام كده كنترول اكس، وبعد كده اروح اعمل ديف جديد واديله كلاس رو. كلاس ايه؟ تمام كده. وبعد كده اروح اقفل الديف واخش جواه واكتب الحاجات اللي انا كنت كاتبها، الكود كله على بعضيه كنترول اس وبعد اف 12. هتبص تلاقي المربعات النصوص جت ايه جنب بعضيها على اساس موجوده داخل ايه الرؤوس. طيب علشان ابتدي اوزعهم، هوزعهم عن طريق جريد سيستم، تمام كده بتاعنا. والجريد سيستم طبعا انت ممكن تستخدم فيه كولون اس ام او الكولوم ال جي. تعال نشوف كده نظبطهم ازاي. هنيجي على الديف نفسه، الديف نفسه اللي هو الديف اللي هو شايل المربع النص ده، ونحط له كلاس توزعه على الجريد. تعال كده نشوف نعملها ازاي. ادي عندي الديف الاولاني، وهنا الكلاس بتاعته فورم جروب وليست جروب ايتم سكسس وتكست رايت. هنا هنيجي بعد كده ونحط له كولن داش، تمام كده، وليكن اس ام داش 2 مثلا، تمام. وبعد كده هنا الديف التاني ده هنعمل كولن داش، تمام، اس ام مثلا وليكن 4 داش 4، وبعد كده كولن داش اس ام مثلا 6. طيب انت ممكن تحط اس ام، ممكن تحط ال جي على حسب التوزيعات اللي انت عاوز تحطها 6، تمام كده، بحيث ان عندك 2 و4 6 و6 12. وادي كنترول اس واقف 12 من لوحه المفاتيح. هتبص تلاقي المربعات النصوص اتوزعت بالشكل ده، تمام كده. ادي واحد اخد 2 عمود، والتاني واخد 4 عمود، والتاني واخد 6 اي عمود، يبقى 2 و4 6 و6 ايه 12 على الجيت سيستم اللي موجود ايه موجود عندك، تمام كده. تمام. طيب ايه كمان احنا ممكن نشوفه؟ ممكن نشوف كمان ازاي نضيف يعني زي ايقونه لمربع النص، مثلا يكون للفاليد او للانفاليد. ممكن نعملها ازاي؟ تعالى نعمل كوبي من الديف ده، احنا كنا هنا اخر حاجه، تعالى نيجي هنا في الحته دي ونعمل بي ار تاج بي ار داش تاج، ونعمل هنا كمان اتش ار تاج، اتش ار تاج، اوكي. وبعد كده هناخد كوبي من ده على بعضيه، نقعد هنا نحط هنا كنترول سي، نحط هنا كنترول وفي، تمام كده. وعندي سلك من دي، نشيل الكلاس ديت، تمام كده.
على التكست رايت وهخلي ديت فور تكست انبوت 5 تمام، وهنشيل الليبل مربع النص الخاص مربع النص يحتوي على ايقونات يحتوي على ايقون تمام كده، وهنا تبقى تكست انبوت 5 تمام مربع نص يحتوي على ايقونات نص بي ايكون. تعال نشوف كده تمام كده. طيب ايه اللي احنا هنعمله؟ اللي احنا هنعمله بمنتهى البساطه، هنحاول كده نخلي التكست اللي انت هتحطه هنا ده يكون ريكوايرد مثلا على سبيل المثال، تمام كده كمان كنترولز، وكمان هنحط له كلاسه مع الفورم كنترول ديت وليكن از داش از ان او از فاليد از فاليد. تعال نجرب كده كنترول اس وديف 12 35. هنبص هنا، بص يا جماعه هتلاقي ايه مربع نص بيكون وحاطط لك علامه ايه الصح على الجنب اهي از از فاليد تمام كده. طب تعال نجرب از انفاليد، بدل از فاليد ديت خليها از ان فاليد كنترول اس واف 12 براحتك المفاتيح. هتبص في هيكون هي علامه ايه الانفاليد ظهرت معاك وجنبها مربع ايه مربع نص تمام كده. يبقى كده خدنا كذا حاجه من ضمنهم ان انت ازاي توزع تخفي الليبلز اللي موجوده لمربعات النصوص، ازاي كمان ان انت ممكن توزع مربعات النصوص داخل رو تمام كده عن طريق الجيت سيستم، ازاي تحط مربع نص ومربع نص ده يكون جواه ايقونه زي الفاليد والانفاليد ايكونز. بكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده، وان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه باذن الله تعالى. اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه تعمل لي سبسكرايب داخل القناه. وكل من الشاكرين كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر زويدي من قناه مصطفى زويدي للعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.